وانت شفتي الزلمة يقرب ومعه سلاح؟ أنا بالأساس كنت مطالعة سلاحي من جزداني من قبل وما استعملته لهديك اللحظة. لما شفت الرجال رح يقوص علينا وعم يسدد ليقوص دغري قوصت عرجلي. بس ما كان في بين المهاجمين أي جرحى، معناتها أكيد مات بعدين. مين يلي قوص على الزلمة اللي صبتيه أنت؟ قلت لك ما بعرف حضرة المدعي. ست ليلى، إجا تقرير المقذوفات، أطلقوا النار على الزلمة عن قرب بعد ما جرحتيه أنت وبرجليه تنتين. بما أنه هذا الزلمة انصاب وهو بالأرض وما عم يتحرك بنعتبره إعدام. شفت اللي أعدموه للجريح؟ ما بتذكر إني شفته. كيف الوضع؟ ماني منيح معلم. ان شاء الله رح تكون منيح. امتى يعني معلم؟ بأقصر وقت. امتى يعني بأقصر وقت معلم؟ يلا حسني جيب لنا شاي. بس المعلم ماتي ما بيشرب شاي. جيب لي إلي لكان حسني. منيح اللي عملته انك بعت مرت الرجال وابنه. انا حكيت كلام كبير وقتها وهذا سبب يلي صار. لو كنت قاتل هالبريئين الله عليم شو كان صار لسه. شو الكلام الكبير يلي حكيته؟ تتذكر معلم الحكي اللي حكيته يوم بعت بضاعة يشار؟ شو هاي ميماتي؟ $50 مليون معلم، بعنا البضاعة اللي عنا. ايه بس هاي ما بتوسعك لهالمبلغ. عابد وعبد الحي عم يجيبوا الباقي معلم. ميماتي شو عملت؟ معلم هلا بدك تقول بتطلع من اولادك وكل هالحكي؟ لا تاخذنا بس بعنا البضاعة لبرا، ما بتطلع من اولاد حدا. كلياتنا حكينا كلام كبير وحكينا شغلات غلط وتصرفنا غلط. اخذت الجماعة من ايدك حتى ما تعمل غلط وتقتلهم وبعتهم لإرسوي. قام إرسوي شو عمل؟ قتلون المجنون. شلون قتلون؟ قتل ابنه ومرته بإيده. شلون يعني؟ أنا ما عم بقدر أقوم لأني فقدت ابني. الزلمة بيقتل ابنه؟ مريض نفسي. لوقت دفنا علي ميماتي قلت لحالي نحن الغلطانين، كنا ما لازم ندخل بهذا الشغل. لما صرفونا الختيارية كان لازم نروح، بس يلي عملناه ما كان غلط. ما كان عنا خبر عن هدول الجماعة. مو بيقولوا الجمرة بتحرق محلها؟ الله عليم كم واحد انحرقت ضيعته وبستانه ونحن ما حسينا أبدا. عم تقول هالمجنون قتل ابنه؟ إذا ما محينا هدول الجماعة رح يكونوا بلوى على رأس الناس. رح نمحيهم ميماتي، عاجلا أو آجلا رح نمحيهم. إيه منيح. قالوا شو اسمي ميماتي؟ طلع عندي رحمة كبيرة كتير.
يلي عمله هذا الزلمة المجنون ما بيعمله ولا الوحش. واضح اني بعد هالوقت اذا حدا بيخفف لي عذابي ما في غير بابا عمر اذا وضعه مناسب لشوفه. بابا هلا بالعناية المشددة. لهالدرجة وضعه سيء؟ مو منيح. رح يكون منيح معلم، رح يكون منيح، كلنا رح نكون مناح، رح نكون مناح لحتى ما نترك حدا سيء عايش. شلون وضعه هلا؟ مراد قال منيح. يا ريت فيني شوف بابا عمر. قال ما في حدا يشوفه. إذا مراد قال منيح فأكيد منيح. مراد هون شي؟ قبل شوي قال رايح لعند ميمات يشوفه. ماما نازك رح ياخدوا إفادتك انتي كمان. مو انتي اللي رح تاخديها يا بنتي، زميلي رح ياخدها لأني كنت بالقصة. انتي حكيتي مع مراد شي؟ لا ما حكينا شي. رح اطلب منك شغلة ماما. خير شوفي. رح يسألوكي شلون صارت الشغلة ومين شفتي. اوعك تقولي لي انه قول شو عم يساوي ابني مراد. ها احكي ماما احكي. حاجته بقى لابنك يشتغل بهي الامور. خلي التانيين يشتغلوا محله، يدخلوا لجوا وما يطلعوا كل عمرهم. طبعا ما رح يطلعوا. بنتي أنا كمان رح أطلب منك شغلي. أنا بعرف يا بنتي إذا صار شيء على عمر رح روح أنا كمان. الله لا يقدر ماما نازك. ما حدا يا بنتي بيقدر يهرب من المكتوب اللي رح يصير، وابني ما في عنده حدا يلجأ له ويسر له. مبلا ماما في عنده رفقاته. لك بنتي هدول الرجال، والرجال قد ما كانوا رفقات ما بيعرفوا يعبروا لبعضهم عن اللي جواتهم لأنه بيعتبروا هالشي عيب. وانتي بنتي الصداقة اللي بيناتكن منيحة كتير. يا ريت تقدروا تضلوا طول عمركن هيك أصدقاء وتديروا بالكن على بعضكن.
مرحبا. خير حضرة المدعية جاي لتاخدي إفادتي؟ إذا هيك جيتك على الفاضي. أنا وحسني ما شفنا شي ولا سمعنا شي ولا شي. ما كان وضعنا بيسمح لنا نسمع أو نشوف. لا مو لهيك إجيت. ماما نازك قالت لي إنه مراد هون. طلع. تعرف شي لوين راح؟ خير ليش؟ لأنه لازم أحكي معه. شو لقيته محل إرصاي؟ لا مو هذا الموضوع، أنت ريح حالك. حسني روح شوف لي الوضع، إذا طلعوا ملاقيين محله لإرصاي. الفقار أغا؟ واحد من الشباب تبعنا دلنا لهون، ضغطت عليه كتير لقلي، قال لي يا أغا جبت لهون مازوت تهريب كذا مرة لرجال إرصاي، وفي مرة منهم جبت سلاح. بس هذا المكان مسكر. سألت عنه قال تسكر قبل سنتين، فتشت بالقيود طلع ماله منباع لهلأ باسم نفس الرجال سيد مراد. ليكون قرايب شي واحد من يلي دفنتم بالمقبرة هداك اليوم. هون مين بيشتغل وبشو؟ لا تحكي هيك، هدول إذا أخدوا من حدا بطاعة مين بيسترجي يقولوا إنه ما أخدوا؟ طيب بس نحن هلأ مالنا عم نلاحق براميل بنزين مهرب، وين رح يقدروا يخبوا سلاح هون؟ والله أنا سألت وحاولت كتير وهذا اللي طلع بإيدي، ما تواخذوني. عبد الحي تفقدوا لي محيط المكان لشوف.
معلم؟ حاطين وراها فخ. اسحبوا السيارات اللي برا على محل مخبى وخذوا احتياطاتكم منيح. شكرا ذو الفقار آغا. برأيك بده يجي لهون؟ راح يجي. عبد الحي فضل المستودع.
جايين ثلاث سيارات ورا بعض، يمكن هن المعلم. ما شاب الحي. ليش بتحطوا سلاح بمحل ماله صاحب؟ ما كنا منعرف انه الاسلحة هون سيدي. الزملاء اللي قتلوا مراد علمدار هن اللي خبوا السلاح هون. لك يا عوز، يعني اذا هن كانوا مهابيل انت كمان اهبل مثلهم؟ خذوا الاسلحة وانتبهوا، انتوا عم تفتحوا المستودع، فخخينه. امرك سيدي. هاي أول مرة بحياتي ما رح أوفي بوعد وعدته لميماتي. أنا يلي رح قلت لك. شرطة، لا تتحرك. عاملين مراقبة كتير منيحة. سيد ميماتي انت موقوف. غير ليش؟ انت موقوف بامر من رئاسة الادعاء العام. انت هون تحت رقابتنا لحتى تشفى وتوقف على رجليك. انا ماني مرضان ولا شيء.
لوين بدكن تاخدوني خدوني. ليلى شو عم يصير؟ شغلات حلوة. شو الحلو فيها؟ موقفين كل الناس. أخي حكمت، هاي الشغلة ما رح تخلص غير هيك، وإرسوي ما رح يدخل السجن بطريقة تانية. عم نعمل مداهمات على كل العرابين حتى الناس اللي برا ترتاح. ليش بقى عرابين؟ عرابين شو؟ درتي درتي ومسكتي جماعتنا؟ طيب ليش ما بتحبسي إرسوي ورجاله؟ بتعرف حدا من رجال إرسوي؟ بتعرف من وين بتجي الرصاصة ومين بتصيب؟ إذا بيجي حدا من رجال إرسوي لقدامك بتمدله إيدك وبتصافحه. بس جماعتنا نحن الكل بيعرفون، وهلأ نحن رح نعرف جماعة إرسوي. مين عطى هذا الأمر؟ أنت ولا مدير الإدعاء؟ طبعاً مدير الإدعاء. وهذا المدير ما كان يقلك طلعي من هالشغلات؟ هذا شي وهي شي. إذا هو عنده خطة أنا كمان عندي خطة. بعت لي ورا مديرك. عندك شي أوامر تانية؟ يعني بشو بدي أمرك لك؟ بعت لي مديرك. رح يجي رح يجي، مديري كمان رح يجي. فكر باطات صباطك يلا. خد انت فكه. هون ما حدا عم يشتغل تحت أمرك، لا تقلل أدب فهمان.
خزوني، شغلة ما لها كتير مهمة. تفكيرك بكفي ابني، رجعتك عقلبي أكبر هدية. بعد كل هالتفكير ما جبت يا ابني غير شوكولا؟ يمكن بابا ما معه مصاري. شلون ما معه مصاري؟ قبل 5 أيام بعثت له 50,000 دولار. بدك تعذرني بابا، خسرت المصاري بالأمار. حلو، بتقول خسرتهم وبكل عين وقحة. شو بدك يعني يكذب عليك؟ ليش عم تضغط على الولد؟ بدل ما تسأله شو جبت تسأله ليش اجيت. ليش اجا؟ ما هلأ قالك خلصوا مصاري. لا بابا، انا جاي اتجوز. انت بدك تتجوز؟ ليش وش شك وش جواز؟ هالمرة الموضوع جدي بابا. طيب قلو مين اللي رح تتزوجها؟ ليك اجت تتعرفوا عليها شخصي. بابا طول بالك، البنت كتير منيحة ويمكن اخي كنان يتغير. ايفران، ليش في بنت منيحة بتطلع فيه؟ مرحبا سيدي شار، بدك تشرف معنا على مديرية الأمن. بخير يا شباب، شو الموضوع؟ هلأ بمديرية الأمن بتعرف. رح نعرف ونشوف. راجع المساء، الكل بتكونوا على طاولة العشاء. أمي، وهلأ شو مشان البنت؟ أنت تعرفي عليها. لك شو كنان، مانك شايف شو صار هلأ إلا بلا ما تيجي؟ دخيلكم، مين بيقدر يعمل شي مع أبي؟ شو ما سمعتوا؟ قال راجع المساء على العشاء. يا ترى أعطيته معلومات للصحافة؟ كنا عم نستنى أوامر حضرتك سيدي. نزلوا خبر أنه تمت عملية ضد الجريمة المنظمة وأنه في عدد كبير من المعتقلين، بس لا تقولوا مين يلي موقفينهم. تحت أمرك سيدي المدير. لو سمحت ممكن تنزل من السيارة، بدك تروح معنا على المخفر. شو صاير؟ شو في؟ في عملية ضد البابوات وانتو لسه قاعدين عم تاكلوا؟ شو يعني البابوات ما بيأكلوا؟ لك خالي عم بياخذوا كل البابوات على السجن، سمعتها بالراديو. شو علاقتنا نحن بابوات؟ جوهر، انت عندك ولد؟ الحقيقة قدر في عنده ولد، بيناديلي بابا. قوم لكان هروب بما انك بابا. نجدت عن جد عم ياخذوا البابوات؟ نجدت هلا موت المزح تبعك. نحن لازم ندبر حالنا معلم. 2 ساندويش ساورما. نحن رايحين لشو الساندويش؟ خالي انتو لبين ما تتناقص وتتزادلوا وتقرروا لوين بدكن تروحوا انا بعبي بطني. فعلا لوين بدنا نروح؟ منروح على هديك خالي. انا هديك؟ هديك اللي تبعنا. اتصل وشوف لي اخذوا هديك اللي تبعنا. بتصل خالي. عرفت مين اخذوا ابني؟ ما بعرف مين، الراديو ذاع الخبر هيك وبس.
استنى لنشوف اذا اخذوا ذو الفقار اغا، لنشوف اذا كانوا من كل عالم معتبرينه عراب. مغلق او خارج تليفون مسكر حاليا، يرجى المحاولة لاحقا. يا لطيف، يا ترى واقع بجورة الحكومة ولا التليفون واقع بشي جورة على الطريق؟ غالي قدر عزمتنا لعندها. مو خبري، طلبت السندويثات على الفاضي. ليش بقى؟ شو قدر بيعت شاورما؟ قلتلنا لكان بتعمل كبة مقلية. ايه مو بس كبة مقلية، قالت بتعمل 40 نوع كبة، بس بيكفي الخال زازا يشرفني ويجي لعندي. انت ما اتصلت بهذا، اتصلت بقدر دغري. ما لا خالي لا. لما سمعت عم ياخذوا البابوات انشغل بالي البنت واتصلت. لانك اب مشان هيك اتصلت؟ اي اب معنوي. يا خالي انشغل بالي عليك، وانت بتعرف اذا ما اتصلت انا هي ما بتتصل. بدنا نروح ولا بدنا نضل هون؟ لا احسب حسابي واطلب كمان سندويش. ولك لكن هان، ليش ما عطيتني خبر انه في هيك شيء؟ خبرتك اخ، اتصلت بس انت ما رديت. هلا هذا هو الاسلوب الجديد؟ من زمان كنت تجي على البيت تقول لي يلا يا اغا. اوه سيد يشار، معقول انت توقع هون؟ قال وقع عزت اغا، ما بصير نضحك على اللي بيوقع. اللي بليق فينا الا ما نوقع جنبه. ايه والله. بالفرج ان شاء الله. جمعا ان شاء الله. بالفرج ان شاء الله. جمعا ان شاء الله، جمعا عن قريب. إن شاء الله يا شراغة. عزت أغا، يشار هو يلي طلب يكون مع إرسوي؟ هذا سجن مو أوتيل بيقدر الواحد يختار فيه مطرحه. بابا أنا تقوصت برجلي مو تقوصت بإيدي، تركني بقدر آكل لحالي. ما بتقدري، رجيم رجيم رجيم. شوفي بنتي بينوا عظامك. مستعدة موت أحسن ما أصير سمينة. شلون تموتي يعني؟ شلون تموتي؟ أنت ما بتموتي قبل ما موت، لا تقولي ما قال لي. إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك. نحن جايين بدنا ناخد إفادة بيري فاليد. إلى بين ما تخلص أكلة بالأول بتتصلوا بشرطية وبتقولوا لها تجي وهي بتاخد إفادتها. بابا أنا شبعت، ما عاد فيني أكل بنوب. كملي أكلك لأنه بدنا ناخدك على العدلية. أخ الحمد لله، يعني أخيرا رح أقدر أطلع من هون. وحياة عينك مانك متحركة. بنتي ما عندها شي تحكي لكم إياه، أنا بروح محل أخي وبقدم إفادتها. أصلا هي تقوصت وما شافت شي، أنا يلي شفت كل شيء. يا سيد أنت رح تقدم إفادة وبنتك رح تقدم. أنا يا سيد؟ أبوك بتقول له يا سيد، وقت بتقرب من بنتي أنا حيوان مو سيد؟ بابا روحوا نقلعوا من هون. شو؟ أنا ربيت بنتي لتروح على العدلية ومديرية الأمن؟ أنا بروح بعطيه إفادة عنا. لا تجبرونا نستخدم القوة. بابا بترجاك لا تعمل مشاكل، شوفها هلا بستفرغ. بنتي ما بيصير تستفرغي الأكل. حضرة الآنسة ممكن تغيري ثيابك؟
لك يا حيوان عم تمسك ايده يلي بدها تمسك.